أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في تفسير الشوكاني رحمه الله، وهل تنصحون طالب العلم بالقراءة فيه؟ تفسير الشوكاني جيد من حيث تحليل الألفاظ واللغة، لكنه رحمه الله ينقل أقوال المؤولين للصفات بدون أن يعقب عليها، فهو من هذه الناحية لا يعتمد عليه. أما من ناحية تحليل الألفاظ والوجوه اللغوية فهو جيد، أما من ناحية الصفات لا، لأنه ينقل كلام المؤولين ولا يعترض عليه. نعم.